بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نعود إلى الفقرة الثانية من الصفحة رقم 78. طبعا كنا في وقت سابق تركنا هذه الفقرة لوقت لاحق. إذن عندنا الآن جلابو لغاقل دي فوتبول. جلابو يعني أنا أهيئ لغاقل يعني قوانين دي فوتبول. دي فوتبول يعني كرة القدم. إذن جلابو لغاقل دي فوتبول أنا أهيئ قوانين كرة القدم. عندنا فعل إلابوغي يعني هيئة. طبعا لا نتحدث هنا عن فعل لابوغي. لابوغي يعني حراتة. إذا نتكلم هنا عن فعل إلابوغي يعني فعل هيئة. إذن جلابوغ لغاقل دي فوتبول. إذن في الفقرة إن شاء الله سنرى بعض قوانين كرة القدم بصفة عامة مع هذا المقال لغاقل دي فوتبول ما سون با توجور سامبل. إذن قوانين كرة القدم ليسوا دائما بسيطين. المقصود أن قوانين كرة القدم ليست دائما بسيطة. لا غاقل دي فوتبول نصن باتوجو سامبل. قوانين كرة القدم ليست دائما بسيطة يعني ماشي سهلة ديما كما تنتصوروا. فوزون هذا الغفاغ. طبعا كين في الامبيراتيف كين في الأمر. فوزون مقصود فلنفعل. لو بوان سيغ فوزون لو بوان سيغ يعني فلنفعل نقطة على يعني فلنعمل نقطة على. المقصود فلنركز على. أنك تضع نقطة على شيء المقصود أنك تركز عليها. فوزون لو بوان فلنفعل نقطة سوغ كيلكو غاقل على بعض القوانين. المقصود فلنركز على بعض القوانين. دان دي سبور المقصود دو أن لواحدة. هنا عندنا لواحد دي سبور من الرياضات. دان دي سبور لواحد من الرياضات. المقصود لواحدة من الرياضات لي بلي براتيكي او موند. لي بلي براتيكي او موند الأكثر ممارسة في العالم. المقصود هنا فلنركز على بعض قوانين واحدة من الرياضات الأكثر كما لو نقول تطبيقا ولكن المقصود هنا الأكثر لواحدة من الرياضات الأكثر ممارسة في العالم. فوزون لو بوان سو كيلكو راجل دان دي سبور لي بلي براتيكي او موند. فلنفعل نقطة على قوانين لواحدة من الرياضات. هنا عندنا لواحد من الرياضات الأكثر ممارسة في العالم. المقصود هنا فلنركز على بعض قوانين واحدة من الرياضات الأكثر ممارسة في العالم. أون بغاف يعني باختصار نقول عن شيء بأنه بغاف. أو بيا بغاف يعني أنه سريع. أون بغاف كما لو نقول بسرعة. المقصود باختصار أوبجيكتيف يعني الهدف. إذا الهدف ديال هاد اللعبة شناهو؟ هدف هاد اللعبة ما هو؟ أوبجيكتيف يعني الهدف. لا فيكتوار كونسيست à inscrire plus de buts que l'équipe adverse dans le temps imparti. إذا la victoire يعني الفوز. La victoire يعني الفوز. consiste يعني أنه يتمثل. à inscrire يعني في تسجيل. plus de buts que l'équipe يتمثل في تسجيل أكثر من الأهداف que l'équipe adverse يعني من الفريق الخصم. دون لو طون امبارتي يعني في الوقت الممنوع في الوقت المعطى. طبعا عندنا وقت محدد لهذه اللعبة. عندنا فوز فريق يتمثل في تسجيل أكثر من الأهداف من الفريق الخصم في هذا الوقت المعطى. لا فيكتوار كونسيست ا انسكرير بلوس دو بوت كو ليكيب ادفيرس دون لو طون امبارتي. انسكرير يعني انك تسجل. اذا لا فيكتوار كونسيست ا انسكرير الفوز يتمثل في تسجيل. في تسجيل ماذا؟ بلوس دو بوت يعني اكثر من الاهداف. المقصود في تسجيل اهداف كثيره. كو ليكيب ادفيرس من الفريق الخصم. هنا نتكلم عن ليكيب ادفيرس اذن الفريق الخصم. دون لو طون امبارتي يعني في الوقت الممنوع. ليكيب كي بارفيان. ليكيب كي بارفيان ا رياليزي سيت بيرفورمانس. ليكيب كي بارفيان الفريق الذي يتوصل.
هنا عندنا لو فيرب بارفونير يعني توصل ليكيب كي بارفيان الفريق الذي يتوصل ا رياليزي لتحقيق لا رياليزاسيون يعني التحقيق يعني انك تحقق شيئا لا نتكلم عن تحقيق في شيء ما في مشكل ما مثلا هنا نتكلم عن تحقيق شيء الوصول الى شيء اذا نتكلم عن فعل رياليزي ومن لا رياليزاسيون اذا ليكيب كي بارفيان ا رياليزي إذن الفريق الذي يتوصل إلى تحقيق ست بيرفورمانس بيرفورمانس المقصود بنجاح رياضي أو فوز إذن الفريق الذي يتوصل إلى تحقيق هذا الانتصار أدكلاغي يعني أنه يعلن غانيونت أدكلاغي غانيونت يعني أنه يعلن كفائز طبعا نتكلم عن فريق هنا كلمة مؤنثة إذن نقول عنها غانيونت غانيونت يعني انها فائزه اي اوبتيان ويحصل عندنا لا فيرب اوبتونير لا فيكتوار انه يحصل على الفوز اذا كما تلاحظوا بان لوبجيكتيف يعني الهدف الفوز ديال الفريق تتمثل في تسجيل اكثر عدد من الاهداف على الفريق الخصم الفريق اللي تتوصل الى تحقيق هذا الانتصار يعلن كفائز ويحصل على لقب الفائز اي اوبتيان لا فيكتوار ثم تيغا تيغا الارض نتكلم عن الارضيه اذا نتكلم عن الملعب هنا تيغا تيغا ريكتانغولير اذا نتكلم عن ملعب ريكتانغولير اذا نتكلم عن لو ريكتانغل يعني مستطيل اذا نتكلم هنا عن ارضيه مستطيله تيغا rectangulaire rectangulaire de dimension de abad variable variable يعني انها متحركه المقصود انها غير ثابته اذا طبعا هذه الابعاد ديال هذه الملاعب تكون غير ثابته ليس لها قياس معين mais comprise ولكن انها متضمنه entre متضمنه بين 45 فوا 90 متر et 90 fois 120 mètres. إذن هي تتكون بين 45 في العرض حتى 90 متر في العرض ثم بين 90 متر في الطول حتى 120 متر في الطول. إذا نتحدث هنا عن terrain rectangulaire de dimension variable mais comprise entre 45 fois 90 mètres et 90 fois 120 mètres. إذا نتكلم عن أبعاد هذه الملاعب أنها تتكون محددة بين هاد البعدين اذا البعد الاول تيكون بين 45 حتى 90 متر والبعد الثاني اللي هو الطول تيكون بين 90 متر حتى 120 متر طبعا ابعاد هاد الملاعب تكون محدده بين هاد القياسات ثم جوغ يعني اللاعبين شاك ايكيب كل فريق اي كومبوزي يعني انه مكون دو 11 جوغ شاك ايكيب كل فريق est composé de 11 joueurs sur le terrain. يعني كل فريق يكون مكون من 11 لاعبا على الملعب. Chaque équipe est composée de 11 joueurs sur le terrain. كل فريق يكون مكون من 11 لاعبا على الملعب. Chaque équipe, كل فريق est composé يعني انه يكون مكون de 11 joueurs من 11 لاعبا sur le terrain على الملعب les remplaçants نتكلم هنا عن الاحتياط هنا ما عندناش الاحتياط هنا عندنا les remplaçants هذا تيجي من فعل remplacer remplacer يعني انك تحل محل يعني انك تحل محل شخص او شيء يحل محل شيء اخر مثلا إذا نتكلم عن لو فيرب رومبلاسي لو فيرب رومبلاسي يعني أنك تخلف إذا هنا كما نقول الخلف ولكن المقصود الاحتياط لي رومبلاسون يعني اللاعبين الذين هم في الاحتياط سون سور لو بون طبعا لو بون المقصود به هو ذلك الكرسي الطويل إذا الكرسي الطويل المقعد الطويل يسمى لو بون إذا هذا الاحتياط هم على هاد الكرسي الطويل دو توش
الموجود على التماس. لو توش يعني التماس، يعني جانب طول الملعب. اذا لي رومبلاسون سون سور لو بون دو توش. لي رومبلاسون سون سور لو بون دو توش. اذا لاعب الاحتياط هم على مقعد التماس. او كور دان ماتش خلال المباراة، او كور دان ماتش خلال مباراة، ما تخوا رومبلاسون سون توتوريزي باغ ايكيب. ثلاثة لاعبين احتياط سون اوتوريزي، يعني انهم مسموح لهم، سون توتوريزي باغ ايكيب، يعني انهم مرخصين لكل فريق. المقصود خلال المباراة هناك فقط ثلاثة لاعبين في الاحتياط المسموح لهم باللعب من كل فريق. إذن 3 remplaçants sont autorisés par équipe. ثلاثة لاعبين احتياط هم مرخصين، المقصود أنه مسموح لهم من كل فريق، المقصود أنه مسموح لهم باللعب. Au cours d'un match يعني خلال المباراة، ملي تتبدا شي مباراة 3 remplaçants sont autorisés par équipe. إذا ثلاثة لاعبين في الاحتياط هم المسموح لهم باللعب خلال هذه المباراة فقط، لا يمكن أننا نضيف لاعبا آخر رابعا أو خامسا، يعني نقول بأنه أيضا في الاحتياط. يكون هناك ثلاثة لاعبين مسجلين أن يعوضوا لاعبين آخرين في المباراة. سي أن جوور، إذا لاعب اتكسبيلسي، طبعا عندنا لو فيرب اكسبيلسي يعني طرد أو أبعد. إذن هنا إذا لاعب طرد أو أبعد لأنه ارتكب خطأ مثلا، سي أن جوور اتكسبيلسي، إذا لاعب أبعد أو طرد، إن بوتيتر رومبلاسي، لا يمكن تعويضه. طبعا يمكن تعويض اللاعبين الذين أصابهم تعب مثلا، أو الذين أصيبوا ببعض الوعكات الصحية، إذن في هذه الحالة يمكن تعويضهم. أما اللاعبين الذين يطردون فلا يمكن تعويضهم حتى تكون عقوبة لها مفعول على الفريق. إذن سي أن جوور اتكسبيلسي إن بوتيتر رومبلاسي إلا سون إيكيب أون إنفيريوريتي نوميريك. سي أن جوور اتكسبيلسي إذا لاعب طرد إن بوتيتر رومبلاسي لا يمكن أن يعوض إلا سون إيكيب ويترك فريقه أون إنفيريوريتي ويترك فريقه في نقصان. نقول عن شيء بأنه inferior يعني أنه أقل، نقول عن شيء بأنه inferior يعني أنه أقل وأدنى وأسفل. إذن هنا نتكلم عن فريق بأنه en infériorité يعني أنه في أقلية. طبعا عندنا en infériorité numérique. il ne peut être remplacé، إذا لا يمكن تعويضه، لا يمكن أن يعوض. il ne peut être remplacé إلا سون إيكيب أون إنفيريوريتي نوميريك، ويترك فريقه في نقصان عددي. طبعا إذا ارتكب لاعب خطأ وطرد على إثره لا يمكن تعويضه، وبالتالي فإن فريقه سيبقى في نقصان عددي. طبعا يمكن أن يحصل هذا لأكثر من لاعب. إذا سي إن إيكيب سوغوتخوف أن موان دو سات جوار sur le terrain. إذا فريق se retrouve يعني أنه وجد نفسه à moins de 7 joueurs في أقل من 7 لاعبين sur le terrain على الملعب المقصود أثناء المباراة elle est déclarée perdante يعني هذا الفريق يعلن بأنه خاسر. perdant هذه تجي من فعل perdre يعني فقد أو خاسر شيئا. هاد ليكيب Elle est déclarée perdante, يعني أن تعلن كخاسرة. Si une équipe, إذا فريق, se retrouve à moins de 7 joueurs, يعني أنها وجدت نفسها في أقل من 7 لاعبين. المقصود أن أصبحت بستة لاعبين أو بخمسة لاعبين أو بأربعة لاعبين، إذا ممكن أن هذا الفريق يطرد له فقط لاعب واحد، فيصبح بستة لاعبين فيخسر المباراة. وممكن أنه يطرد له أكثر من لاعب دفعة واحدة فيصبح مثلا بخمسة لاعبين أو بأربعة لاعبين. إذن عندنا هنا
عندما يتواجد أو يجد نفسه هذا الفريق بأنه بأقل من 7 لاعبين. المهم أنه أقل من 7 لاعبين. C'est une équipe se retrouve à moins de 7 joueurs. Sur le terrain, elle est déclarée perdante. C'est une équipe se retrouve à moins de 7 joueurs. Sur le terrain, elle est déclarée perdante. Elle est déclarée perdante. إذا نتكلم عن الفريق، إذا وجد نفسه بأقل من 7 لاعبين، إذا في هذه الحالة إلي ديكلاري، نتكلم عن لو فيرب ديكلاري، يعني أنه يعلن، إلي ديكلاري، يعني أنها تعلن. طبعا كلمة ليكيب كما قلنا هي كلمة مؤنثة، إذا سنرمز لها هنا بهد الضمير، إلي ديكلاري، يعني أنها تعلن بيردونت، خاسرة. طبعا في حالة المذكر نقول بيردون. نقول بيردون يعني انه خاسر. الان سنرى لاربيتراج يعني التحكيم. لاربيتراج يعني التحكيم. ان اربيتر يعني الحاكم. ا بور فونكسيون يعني له كدور. ا بور فونكسيون يعني له كدور. طبعا لا فونكسيون يعني هي الوظيفه او الدور. اذا الحاكم عنده كوظيفه او كدور. ان اربيتر ا بور فونكسيون. ان اربيتر ا بور فونكسيون يعني ان الحكم عنده كدور دو فاه ريسبكتي لي ريغل دو جو، يعني انه يعمل على احترام قوانين اللعب. اذا دور الحكم هو ان يفعل او يعمل على احترام. طبعا لو فيرب ريسبكتي هي احترم، ومنها كلمه لو ريسبي يعني الاحترام. إذن أن أربيتر أ بور فونكسيون، إذن الحكم عنده كوظيفة أو كدور دو فيغ ريسبكتي ليفعل احترام، المقصود أنه يعمل على احترام لي غيغل دي جو. لي غيغل دي جو يعني قوانين اللعبة أو قوانين اللعب. إلي لو سول أبيليتي أ فيغ أبليكي لو ريغلومون كو سو سوا لا فاليداسيون دي بوت le contrôle du temps de jeu ou lorsqu'il s'agit de décider s'il y a faute. Il est le seul habilité à faire appliquer le règlement. يعني هو الوحيد المفوض. هو الوحيد المفوض. طبعا عندنا هنا habilité المقصود الأهلية وليست l'habilité. l'habilité المقصود بها المهارة. هنا عندنا l'habilité يعني الأهلية. إذا فرق بين لابيليتي اي لابيليتي. لابيليتي المقصود بها المهارة، هنا عندنا لابيليتي يعني الأهلية. إذا إلي لو سول لابيليتي مقصود أنه الوحيد المفوض أفير أبليكي لو ريغلومون ليعمل على تطبيق. أفير أبليكي ليعمل على تطبيق لو ريغلومون يعني القوانين. كوسوسوا سواء كانت كوسوسوا سواء كانت لا فاليداسيون دي بيت يعني إجازة الأهداف، يقول بأن هذا الهدف صائب أو أنه غير صائب. إذا كوسوسوا لا فاليداسيون دي بيت هنا بطبيعة الحال إجازة هذه الأهداف. لو كونترول دو طون دو جو ثم مراقبة وقت اللعب. أو لوغسكيل ساجي أو عندما يتعلق الأمر. هنا عندنا عندما يتعلق. أو لوغسكيل ساجي هنا عندنا عندما يتعلق، المقصود عندما يتعلق الأمر دو ديسيدي بتقرير سيليا فوت إذا كان هناك خطأ. إذا الحاكم هو المفوض بالعمل على تطبيق القوانين كوسوس ولا فاليداسيون دي بيوت سواء تعلق الأمر بإجازة سواء تعلق الأمر بالموافقة أو إجازة الأهداف. ثم لو كونترول دي طون دو جو أو مراقبة وقت اللعب. أو لوغسكيل ساجي دو ديسيدي سيليا فوت أو عندما يتعلق الأمر بتقرير إن كان هناك خطأ. إذا الحاكم هو الذي يقرر الخطأ من عدمه بأن هناك خطأ من عدمه. إلى أدي يعني أنه هو مساعد. لو فيرب أدي يعني ساعد. إلى أدي يعني أنه هو مساعد. باغ دو جوج دو لين. Il est aidé. Il est aidé par deux juges de ligne qu'on appelle aussi arbitre assistant.
il est aidé par des juges de ligne qu'on appelle aussi arbitre assistant. يعني أن مساعد بحكمين على الخط المسمون أيضا arbitre assistant. إذن اللذين يسميان حكمي المساعدة. الأسيستونس يعني المساعدة أو الحضور. الأسيستونس يعني الحضور أو المساعدة أو الإغاثة، يعني أن تعني كل هذه الأمور. إذا نتكلم عن لوفاب أسيستي، إذا نتكلم عن فعل ساعدة أو أغاثة أو حضارة، نتحدث عن لوفاب أسيستي، نتحدث عن فعل ساعدة أغاثة حضارة. إذا نتحدث عن أغبيتر أسيستون، إذا نتكلم عن حكم المساعدة. ان كاتخيام اربيتر حكم رابع ايتيغالمون بريزون، يعني انه ايضا حاضر اي ابور فونكسيون وله كدور دو جيري لي رومبلاسمون دو جوار، يعني وله كدور اداره ماذا لي رومبلاسمون. لي رومبلاسمون يعني اداره التعويضات. تعويضات يعني ان لاعب يعوض لاعب اخر دو جوار، اذا تعويضات اللاعبين. إذا المقصود أنه مكلف بالاحتياط، أنه هو الذي يسهر على تسيير الاحتياط. إذا كلما أراد لاعب أن يعوض لاعب آخر إلا ويكون هو من يسير هد التعويضات. فالفقرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن بقية قوانين هد اللعبة الأكثر ممارسة في العالم. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.